فرصة هذا الحوار للتعرف أكثر على المهام والصلاحيات المنوطة برئيس المجلس الولائي المجلس الشعبي الولائي. بالنسبة كما هو معروف لدى الجميع فإن المهام المنوطة لرئيس المجلس الشعبي الولائي تخضع لقانون الولاية 1207 المؤرخ في 21 فيفري 2012. رئيس المجلس الشعبي الولائي هو الممثل الدائم للمجلس الشعبي الولائي في الزيارات الرسمية وغير الرسمية والناطق الرسمي باسمه، كما ذلك عنده أمور تنظيمية وأخرى، فبالإضافة إلى ترأس المجلس الشعبي الولائي تنظيم الدورات، التنسيق ما بين اللجان والهياكل، إحداث لجنة تحقيق في أي وقت بطلب من الرئيس أو من الوالي أو من ثلثي الأعضاء، كذلك السهر على إنجاز دورات 4 دورات في العام، وكذلك يقدر السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي يدير دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب مني أو من السيد الوالي أو من ثلثي الأعضاء، كذلك المساهمة في السياسات الاجتماعية الاقتصادية في كافة أي أمور تتعلق بالتنمية في مستوى الولاية إلا ويكون فيها رئيس المجلس الشعبي الولائي ممثلا للمجلس، وهو المجلس ككل وهو واجهة المجلس طبيعة الحال، ولكن بالتنسيق والتشاور مع الإخوة أعضاء المجلس الشعبي الولائي نحن نعمل في أسرة واحدة من أجل تنمية وازدهار قبسة. ومهام يعني المجلس الشعبي الولائي طويلة إن شاء الله، لكن رانا نمارس في المهام نتاعنا وبإذن الله يكون عهدة مميزة في تاريخ هذه الولاية المجاهدة التي تستحق منا الكثير والكثير. كذلك يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي لأداء مهامه على مستوى المجلس. بالنسبة لي أنا الأصل كنت تاجر، الآن رميت صفة التاجر وتفرغت لعملي كرئيس المجلس الشعبي الولائي. إن شاء الله نكون في المستوى المطلوب ونكون على مستوى الثقة اللي وضعها فينا الشعب التبسي، والحمد لله راه راضي علينا. لحد هذه الساعة المجلس الولائي راه يمشي بخطى ثابتة ومتسارعة من أجل تنمية التبسة بالتنسيق التام والفعلي مع والي الولاية. وعنا في إطار مخطط التنمية على المدى المتوسط، حسب رأيكم ما هي الأهمية التي يشكلها القطب الجامعي البحث الدير المزمع افتتاح وقريبا باعتباره صرحا علميا وإضافة نوعية للولاية؟ حقيقة بالنسبة للقطب الجامعي بالحاف الدير وهو ملف الثالث اللي درناه على مستوى لجنة التربية والتعليم اللي كانت في الدورة العادية الثالثة، ومن المهام ومن طلبات السادة الأعضاء أننا السعي إلى فتح جامعة بالحاف الدير، لأنها الحقيقة تعتبر صرحا لهذه الولاية ناهيك أنها تحيي منطقة بالحاف وإضافة جامعة بس. هذا الشيء الذي بالتنسيق مع والي الولاية وكذا السيد مدير الجامعة أننا سعينا كل من موقعه لفتحه، وإن شاء الله تفتح في سبتمبر هذا، وهذا إضافة لولاية تبسة. مازال فيه عائق واحد وهو المطعم المركزي، إن شاء الله المطعم المركزي أنا مع السلطات العليا في البلاد وبالتنسيق مع الوالي أنه يترفع عليه ويكون المطعم هذا. مثل ما يخفاش علينا أنه جامعة تبسة أصبحت ضيقة، كي تروح بالحاف الدير أولا حتى الطلب يلقى الراحة تاعو. تبسة راهي ولاية مليونية، ما تخفاش عليكم نحن أحفاد الشيخ العربي التبسي، عدد الطلبة الناجحين ماشي ويزيد، ماذا بينا باش ولادنا ما يروحوش للولايات منا ومن أنهم يكونوا هنا في ولاية تبسة. كان لي في آخر لقاء مع السادة ولاة الحكومة بالسيد رئيس الجمهورية، تلاقيت مع السيد وزير التعليم العالي وهو مشكور سي كمال بداري، ووعدني أنه يفتح فرع كلية الطب في ولاية تبسة. إن شاء الله يتحقق هذا الوعد، ونحن كلما أتت الفرصة نزيد نذكروه لأن هذه الولاية تستحق الكثير والكثير. حسب رأيكم هل المجلس الولائي دور فعال في مرافقة جامعة تبسة كمؤسسة تعليم عالي؟ كيف؟ حسب رأيكم هل المجلس الولائي دور فعال في مرافقة مؤسسة تعليم عالي؟ هو صحيح المادة 77 من قانون الولاية على أن المجلس الشعبي الولائي يمارس اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية، يتداول في مجال التربية والتعليم والتكوين، وبالتالي فإن المجلس الشعبي الولائي يعتبر شريك من الفاعلين من الشركاء الفاعلين مؤسسات التعليم العالي، ويلعب دورا فعالا في مرافقة هذه المؤسسات سواء ماديا أو معنويا، لأنه صراحة أنا نقول باللي ما كانش تطوير للأمم بلا جامعة، وهي الجامعة هي الأولى لأنها تعتبر انفتاح على المواطن وعلى كل شيء. نحن ماذا بينا تكون الجامعة نتاعنا مزدهرة، يكون المجتمع نتاعنا مزدهر، ويكون المجلس الشعبي الولائي أكثر ازدهارا بالتنسيق مع بعضنا. وما يخفيش عليكم هذه المرة أننا درنا اتفاقية مع جامعة تبسة، ولم نقل بلك هي الأولى وطنيا بين الجامعة والمجلس الشعبي الولائي، ما كانش على مستوى الوطن، وإن شاء الله تعم على مستوى المجالس الأخرى. نحن الحمد لله
نزيدو ندعموا الجامعه، نديروا لها اشراك في فما كيما نقولوا اعداد الدراسات. اننا احنا المره اللي فاتت درنا ملف الري ما يخفاش على الجميع انه كان ملف كبير وشائك، دخلنا الجامعه معنا ودرنا يوم دراسي وهم مشكورين، وخسرنا وخرجنا الى نقاط اننا نقدروا نحاربوا هذه الافه تاع المياه، وكانت الجامعه معنا صراحه وافقتنا ورافقتنا في هذا الملف، وهزينا النقاط اللي عطوهم لنا ان شاء الله رانا هزيناها. درنا كذلك اننا منه مستقبلا اي ملف راح يكون راح ندخلوا فيه الجامعه، لان الجامعه تعتبر شريك معنا والاساتذه، ولا ننسى نقولها جامعه تبسة تمتلك من الخبرات ومن المؤهلات من تجعلها من الجامعات الاولى وطنيا. في ذات السياق، هل يتضمن البرنامج المسطر من قبل لجنه التربيه والتعليم العالي للمجلس دعم لهياكل ونشاطات الجامعه؟ وهل يمكن تخصيص مبلغ مالي للجامعه على غرار مختلف هيئه الولايه؟ بالنسبه للجامعه تبسة تستاهل، ونحن في صدد اننا في ممكن نديروا لها ميزانيه. ولماذا؟ لانها جامعه فيها مخابر، فيها البحث العلمي، فيها وان كان قبل انه المجلس الولائي مد قبل ترميم الاقامات الجامعيه، وان شاء الله مستقبلا نزيدوا بالتنسيق مع الجامعه وتكون في حدود الامكانيات الماليه اللي راهي عندنا بالتنسيق مع السيد الوالي طبعا، لانه حتى هو يشاركنا نفس الرؤى، وهو مشكور لانه السيد الوالي وعد بتوفير من ميزانيه الولايه ملعب معشوش لجامعه تبسة، ونحن وافقنا عليه. يعني صراحه ما نقدروش ندخلوا على الجامعه لان فيها اولادنا وفيها مستقبلنا ومستقبل اولادنا، لانه كما نقولوا ازدهار الامم بالجامعات. نحن حابين الجزائر تنطلق وتكون في مصاف الدول الكبرى، وذلك ما يكون الا بتوفير الاجواء الماديه والمعنويه لجامعه تبسة وغيرها، ونحن هنا ونسهر ونحن على راس هذا المجلس الشعبي لتوفير جميع الامكانيات الماديه والمعنويه للدفع بجامعه تبسة ونحو الافضل. دور لجنه التربيه والتعليم العالي في دعم هذاك النشاط في الجامعه. سبق ان كانت بسياره نعم. بالنسبه لرئيس لجنه التربيه والتعليم العالي وهو سي جمال الوافي وهو مشكور، دأب المجلس الشعبي الولائي دوما للمرافقة والمراقبة لهياكل جامعة تبسة، فكنا صدتنا الضوء على هذه الجامعة، درنا تقرير، لكن هذه المرة راح نديروا ملف يخص جامعة تبسة، نديروا فيه النقائص ونديروا فيه واش تحتاج هذه الجامعة، اللي راح يتحل هنا على المستوى المحلي نحلوه، واللي يتطلب على المستوى الوطني نشوفه مع الوالي ومع السادة النواب البرلمان لرفع انشغالات جامعة تبسة. الملف القادم ان شاء الله يكون حول ملف جامعه تبسة والتعليم العالي ككل، ليس كجامعه تبسة بكافه فروعها، ونشوفوا النقائص نتاعنا، نتقاسموا الرؤى مع جامعه تبسة ونشوفوا واش عندهم نقائص، ونشوفوا حتى مع الاساتذه الجانب البيداغوجي الجانب التعليمي، لانه جاء المجلس الولائي ماهوش يرافق الا ماديا، يرافق حتى معنويا. نسعي الى ذلك الى جلب اساتذه جامعيين من الولايات من خارج الولايات، نوفروا لهم اماكن الاقامه، نسعوا في حدود الامكانيات الماليه نتاعنا المتاحه، وحتى ولو ما يسمحلناش في القانون نقدروا بطرق اننا مع المساهمه مع الخيرين اللي حابين هذه الولايه تزدهر، وهما صراحه منذ تنصيبي على راس هذا المجلس الشعبي الولائي كاين خيرين في ولايه تبسة، ونغتنم هذه الفرصه نشكرهم، لانهم صراحه ما تكون الا مبادره في تنميه تبسة الا ونلقوهم في الامان، وان شاء الله ان شاء الله سنة 23 و 24 تكون فاتحة خير على هذه الولاية المجاهدة والمضيفة التي تستحق كما قلت في الأول أننا نضحوا بأموالنا وأوقاتنا من أجل هذه الولاية. في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي الاقتصادي، تم خلال احتفالية يوم الطالب توقيع اتفاقية إطار بين الجامعة والمجلس الولائي ممثلا في سيادتكم، فما هو تصوركم لآليات تفعيل وبلورة هذا التعاون المشترك بين الطرفين؟ والله هي اول ما كانت الفكره، نشكر الدكتوره هي انها صاحبه الفكره صراحه بهذه الاتفاقيه، وانما يدل على انها مهتمه بقطاع الجامعه، ونشكرها من هذا المنبر يعطيها الصحه ليكم ولكل طال الجامعه. وصراحه نحن كي تعرضت علينا الاتفاقيه عرضتها على السيد رئيس لجنه التربيه وبدوره عرضها على الساده الاعضاء، هم في الاصل كانت تقدر تقول كانت الاتفاقيه بيننا وبين الجامعه اتفاقيه وديه. كان اطار معنوي بيننا بين الجامعه ملي بدينا منذ تراسي المجلس الشعبي الولائي، ما درتش ملف الا وكان فيه الجامعه طرف فيه. هذه الشيء هذا شجعنا الطرفين سواء الجامعه ولا المجلس الشعبي الولائي اننا نتناسقوا
وهذا هو الشيء يدل على الدولة الجزائرية الجديدة، الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه هي الجزائر الجديدة قولا وفعلا. هذا هو علاش درنا اتفاقية مع الجامعة، وإن شاء الله الثمار نتاعها نقطفوها، نحن نقطفناها في ملف الري، ونزيد نشوفوها ملفات أخرى، نزيد ندعو كافة جامعة كافة أساتذة وطلبة يجون هنا يلتحقوا بنا في المجلس الشعبي الولائي، وكذلك راهم جو طلبة متربصين جو حبوا يجوا هنا في المجلس الشعبي الولائي، وقبلنا لهم قبلنا لهم لأنهم من طرف الجامعة من طرف مرسولين من طرف الجامعة. نحن هنا رانا بدي تدريب الصعاب، شغلنا الشاغل أن أي واحد نتحالفوا معاه من أي ولاية تتبسم الجامعة على جزء لا يتجزأ منها، حبينا ولا كرهنا ندافعوا عليها، وهي عندها مهامها ونحن عندنا مهامنا، إن شاء الله نكونوا في تناسق تام. تطمح أخبار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا على تشجير وخلق مؤسسة ناشئة، فما هي أوجه الدعم التي يمكن للمجلس الولائي تقديمها لتحفيز طلبة على إنشاء مؤسسة اقتصادية خاصة؟ والله في ترقية الاقتصاد الوطني. بالنسبة للموضوع هذا منذ ترأس المجلس الشعبي الولائي درنا لجنة خاصة، هي ما كانش في الأورغانيغرام تاع المجلس الشعبي الولائي. المجلس الشعبي الولائي عنده 9 لجان دائمة وزوج نواب دائمين، لكن المجلس به من الكوادر فيه دكاترة فيه طلبة فيه أساتذة فيه 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 فيه، درنا لجنة سميناها لجنة تنمية المبادرات الشبانية وترقية المؤسسات الناشئة، لأنه المجلس لازم يكون متواكب ومواكب مع الحال مع السنوات الحالية مع ومرافق. نحن في 2023 المجلس الولائي لازم ينفتح على سنة 2023، خصصنا هذه اللجنة، وكانت لقاء ما بين اتفاقية أخرى نوع ثاني ما بين لجنة تنمية المؤسسات الشبانية والناشئة مع جامعة تبسة، لأننا نشوف إن شاء الله اليوم لا هذه لجنة خاصة، درنا لجنة خاصة برئاسة السيد هدهود صالح، إن شاء الله هي تلاقينا مع الشباب وتلاقينا مع المؤسسات الناشئة، ونزيدوا من هذا المبرر نزيدوا نديروا اتفاقية. أدعو جامعة تبسة إلى إبرام اتفاقية أخرى ثانية مع السيد رئيس لجنة المؤسسات الناشئة وجامعة تبسة للدفع بهذا القطاع الاقتصادي والدفع بهذه المؤسسات الناشئة التي توليها الدولة الجزائرية أهمية، ومن كثرة ما أعطيناها أهمية رانا أنشأنا لجنة خاصة. أدعو إلى كافة الشباب وكافة المهتمين أن أبوابنا مفتوحة لهم. استفدت الجامعة من 8 مؤسسات فرعية من شأنها تقديم خدمات وخبرات مختلفة للمحيط الاجتماعي الاقتصادي، ما هو تصوركم لآلية دمج وتحفيز هذه المؤسسات من أجل دفع التنمية الاقتصادية؟ بالنسبة لهذا الموضوع جديد علينا، نحن نزيد ندعو مع جامعة تبسة أننا ندير يوم دراسي نكون فيه أكثر انفتاح، يحضر فيه مختلف فعاليات المجتمع المدني سواء منتخبين أو مواطنين، وكذلك للتأطير هذه، كما نرحب بهذه الفكرة ونثمنها، وإن شاء الله نكون في المستوى المطلوب، وأننا نقول لهم أبواب ومقر المجلس الولائي مفتوح لتنظيم هذه اليوم الدراسي، وإن شاء الله نكون في نفهموه ونزيدوا يفهموه الناس الآخرين، وتكون الجامعة هي اللي تأطروا، نحن نقدر نكفلوا به ماديا وهم يأطروا هنا، ونكون تناسق بيناتهم. وفي ختام هذا الحوار نطلب منكم كلمة أخيرة للأسرة الجامعية لجامعة تبسة. هي يعني صراحة الأسرة الجامعية لولاية تبسة أثبتت نجاحتها، يعني نجاحها يعني ما إلا الجهد اللي ينكر جامعة تبسة. جامعة تبسة راهي ماشية وتتطور، عندها عدة انفتاحات مع جامعات أخرى، وهو سيد مدير الجامعة هو صديقي ما نقدرش حتى نهضر فيه، لأنه يعني صراحة أنا نعيط له، هو صديق وأخ ونشوف فيه حاب يخدم الجامعة، كذلك الأساتذة. وما تنسيش راني كنت طالب في جامعة تبسة، راني كنت طالب فيها، وإن شاء الله نحن نسعو بالتنسيق أننا نسعى أولا نديروا إعادة الاعتبار وتأهيل الأقطاب الجامعية القديمة لأنها في وضعية يعني صراحة ما تشرفناش، نقولوا هي مقبولة نوعا ما، ولكن نحن نسعو أننا نوفر لهم جو للطلبة، نديروا مرافق كذلك، نسعو لتسجيل مشاريع معهد تقنيات النشاطات الرياضية والبدنية اللي في ولاية تبسة. بالنسبة قلت لك كلية الطب، أني هضرت مع وزير التعليم العالي وهو مشكور تعهد أنه يديرها، وإن شاء الله إن شاء الله يثبت لنا في الكلمة تاعو هو، وعنده كلمة صراحة. من ثم بعث لجنة لهنا لتبسة باش نديروها،
كذلك نطلب بتمديد خطوط النقل للطلبة بالنسبة لسكان الأحياء الجديدة الدكان وملحف الدير خاصة لأقل من 40 كيلومتر. أي حاجة تخدم الجامعة رانا فيها، ورغم أولى اهتماماتنا هي جامعة، وإن شاء الله إن شاء الله في الملف الجاي نزيد نسلط الضوء أكثر على ما تحتاجه جامعة تبسة منا كمنتخبين ومنهم هما كمؤطرين، وإن شاء الله يكون خير. شكرا.